أحسن الله إليكم. المرسل محمد سليم من القاهرة له سؤالان، يقول في أولهما: إذا تلفظ الزوج بطلاق امرأته أو نوى ولم يتلفظ على زوجته ولا على أحد، هل يقع الطلاق أم لا؟ نعم. يقول: إذا تلفظ الزوج بطلاق امرأته أو نوى ولم يتلفظ على زوجته به ولا على أحد، هل يقع الطلاق أم لا؟ أما إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع، وأما إذا نواه ولم يتلفظ به فمجرد النية لا يقع بها طلاق، لا بد من التلفظ. نعم. ولو كان خاليا عن زوجته طالق مثلا؟ أي نعم، إذا تلفظ به وقع، ولو كان ليس عنده أحد أو عنده أحد أو بحضرة زوجته أو بغير حضرتها، المهم إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع. نعم.